حليلة. بالزهور بالموصل الحركة عندكم بالزهور؟ والله الحمد لله يعني تحسن الوضع شوية، الحركة أحسن من قبل، يعني جهد يعني تحسن الحركة تحسن الوضع. نعم. تعامل القوات الأمنية وياكم شلون أنا؟ والله الحمد لله يعني حيل زينة. الحركة تشوفها أحسن هسه من قبل؟ أكيد أكيد أكيد. قبل يعني تقصد قبل بداية التحرير؟ قبل وفد حاليا أكيد أحسن، يعني الحمد لله شوية شوية الحياة يعني بنايات عاد تنبني، اعمار شويه يعني نسبي زين. انت عندك محل هنا بالزهور؟ اي نعم. اي والله نازل اتسوق ومفطار مد الجو. شلون شفت الحركه بالزهور؟ والله الحركه فول الحمد لله زينه. انا ما اشتريت شيء كل شيء رخيص يعني. اسعار شلون؟ لا لا اسعار زينه كلش زينه، اسعار كلش زينه. تعامل القوات الامنيه شلون؟ والله الحمد لله كلش زين وامان فول الحمد لله. والله الوضع الامني الحمد لله مستقر والقوات الامنيه جيده جدا. والله الحركه التجاريه يعني ركود بالشغل يعني حركه ضعيفه يعني ماكو والله تعبانه زين. هاي الاسعار مال الشغله مال الجمارك اللي صارت تاثر شو تاثر شو ما تاثر يا اخي؟ ايش قصر عندكم اختلاف عن والله اختلافات يعني اذا تطلع انت على تركيا تسوق ياخذون منك ضريبه وياخذون منك جمرك، اذا تجي تصل لي هنا هم ياخذون من عندك جمرك 25 دولار على الجونيه ياخذون على الشريف. يعني تفرق القطعة 2000 دينار تفرق لما 2000 1500 على المواطن تبين يعني انا اذا بيع ما تبين علي ما تمام على المشتغل تبين علينا يعني تاثر علينا هاي. تعامل القوات الامنيه معكم؟ الحمد لله الحمد لله جيده جدا الله يحفظهم ان شاء الله ويسر عليهم ان شاء الله. حبيبي هلا بالمصريين ماشي الحمد لله كل شيء زين عايد ماشي امرها. من ناحيه الجمرك هي شويه ثقل السوق بها هذه يعني صار شويه ركود بالسوق بعد ما فرضت الجمارك الاسعار على صار بيها ثقل حيل حيل. دعم القوات الامنيه وياكم؟ لا زين حيل زين ويانا. شلون الاوضاع شو؟ كله زين الحمد لله ممتاز الحمد لله. الحركه التجاريه بالزهور؟ حركه الحمد لله زينه لان اكو اقبال على الشتاء واحنا همينا في يعني بدايه مدارس ودوام والحمد لله يعني زين. البضائع هسه شلون اسعارها بعد فرض الجمارك عليها؟ حاليا احنا ما تغير شيء عندنا يعني بالنسبه للاسعار يعني وان شاء الله يعني ما يعني بالتسهيل من رب العالمين وان شاء الله يعني احنا هاي الجمارك يعني هم ما تخدم المواطن لان الناس هنا وضعهم خلينا نقول بسيط فما يتحملون انه تزيد الاسعار فالوضع راح يصعب وان شاء الله يعني بلكي نطالب من المسؤولين انه يعني يلقوا لهم صورة حل لأن وضع الموصل بعد هالحرب ما يتحمل المواطن يفوت عليه الملابس أو أي شيء مواد غذائية وهذه عليه جمرق راح وضع أي راح تصعب أكثر يعني وإن شاء الله تلغي يعني طالب أنه يلغوها إن شاء الله. تعمل القوات الأمنية وياك؟ الحمد لله كل الزين والله يديمهم وإحنا أخوتنا يعني وما مقصرين ويانا أبد ومتواجدين لحمايتنا.